السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، عدنا إليكم في درس قواعد تمارين درس أقسام الكلام. أخذتم سابقا عن أقسام الكلام التي تتكون من النص، الفقرة، الجملة والكلمة. تحدثنا سابقا أن النص هو الذي يتحدث، الذي ألفه ونصه أحد الكتاب، والذي يقوم على فكرة واحدة لكل هذا الدرس. نبدأ. دخل عامر مدرسة القرية وبدأ يدرس ويتعلم باجتهاد ونشاط، فكان أساتذته مسرورين جدا من عمله وذكائه، ويتوقعون له مستقبلا زاهرا. ولما لم يكن في مدرسة القرية صف أعلى من المرحلة الابتدائية، انتقل عامر إلى مدرسة القرية المجاورة لقريته. ظل عامر يذهب إلى المدرسة حتى أنفق أبوه كل ماله، وصار ما يجنيه من الحطب لا يكفي للدفع قسط جديد. إذن عن ماذا يتحدث هذا الكلام؟ يتحدث الكلام عن عامر. إذن عن ماذا أيضا يدور حوله هذا الدرس؟ وما سنستطيع أن نضع عنوان لهذا الدرس؟ يمكن أن نضع عامر النشيط أو المجتهد أو مدرسة عامر. إذن النص كما قلنا أنه ألفه أحد الكتاب ليحكي عن فكرة معينة تدور حوله هذه الكلام. إذن الفقرة، ما هي الفقرة؟ هي قسم أو جزء من النص، هو قسم من النص. فمثلا عندما نقول دخل عامر مدرسة القرية إلى عند ويتوقعون له مستقبلا زاهرا، يمكننا اعطاء فكره رئيسيه له. عندما نقول ولما لم يكن في مدرسه القريه صفا اعلى من المرحله الابتدائيه، انتقل عامل الى مدرسه القريه المجاوره لقريته، ايضا يمكننا ان نضع له فكره ايضا. هذه نسميها الفقره. اما الجمله، تحدثنا سابقا ان الجمله تتالف من مجموعه من الكلمات تفيد معنى تام. مثال: ظل عامر يذهب إلى المدرسة، كمل لدينا المعنى. وطبعا الجملة هي جزء من الفقرة، والفقرة هي جزء من النص. الكلمة قد تكون فعل أو اسم أو حرف. فعندما نقول ظل عامر يذهب إلى المدرسة، الفعل يذهب إنها كلمة، إلى إنها حرف، المدرسة اسم، عامر اسم. طبعا الفعل يدل على حدث أو عمل، سواء في الماضي أو مضارع أو المستقبل. الاسم سواء يدل على إنسان أو نبات أو حيوان أو جماد أو مكان أو أي شيء يمكن أن نضع له التعريف يسمى هذا اسم. أما الحرف هي مثلا أحرف الجر، من إلى، عن، على، ثم ستأخذون في السنوات المقبلة أيضا أحرف جر جديدة، وأيضا الألف والهل وغيرها. سنقوم بحل الأسئلة. ضع مكان النقط فعلا مناسبا في فصل الربيع، فراغ الفلاح والحبة في الأرض. في فصل الربيع ماذا يقوم الفلاح؟ إذن يبذر الفلاح الحبة في الأرض، يبذر الفلاح الحبة في الأرض. في فصل الخريف ماذا يفعل المزارع بالزيتون؟ يقطف المزارع الزيتون وفراغ ليستخرج منه زيتا، إذن ويعصرها ليستخرج منها زيتا. ضع مكان النقط اسما مناسبا لإتمام المعنى. أنثى الخروف، أنثى الخروف تسمى النعجة أو الشاة، النعجة أو الشاة. أما أنثى فراغ فهي اللبوة. أنثى ماذا؟ الأسد. في الشتاء يهطل المطر ويتساقط فراغ على الجبل. ماذا يتساقط؟ نعم، إنه يتساقط الثلج بسبب البرودة الشديدة على الجبال. إذن نذهب إلى السؤال الثالث. تمم كل جملة بالحرف الذي يناسبه.
عاد أبي فراغ السفر، عاد أبي من السفر، الكسل يؤدي فراغ الرسوب إلى. وهكذا نكون قد انتهينا من درسنا، أتمنى لكم التوفيق.